نسكن هالجبهه لكم، نسوي لكم هاي الشوارع نبلط لكم اياها، نسوي لكم مجاري كهرباء نعطيكم اياها، ماكو كل هذا ماكو. في سبيل اجوا ودمروا الشعب، باقوا ذروات العراق، باقوا شعب العراق كله وراحوا انهزموا هم. والله بال 20 سنه كل شيء متحقق بالعراق، لا شوارع لا تبليط لا امان، يعني ما تحقق شيء بالعراق. وعد بوش انه سوف يجعل العراق جنه بعد سقوط النظام، لكن العكس ما شفناه. يعني والله العراق مثل ما هو ما تغير شيء لحد الان. سنة نتامل يعني المواطن يتامل الاحسن لحد الان، اي تغيير ما صار. The US occupation did not provide is security, right? The US dismantled the army, dismantled the police and did not put in place a functioning system.